نعم هيدا الطابق الرابع. نحن بالخامس. الرابع ليك هالزريعة، وهي مجوزة، هي بنته لصاحب البناية، حاطة بركي بس بركي رخيص. وكل ما طرطعت بالصرمية تزعجني، قلت لها وحطيت لها زهور وبالأخلاق عملتها. في ناس ما بيجوا بالأخلاق، بدون قانون بالصرمية. شكيت عليها بطلت طرطق، وإذا طرطقت عندي أنا حجر فوق الخامس بدق عليها بتسكت. في ناس بدون سن بسن وعين بعين وصرمية بصرمية، ما فيك تعملهم بالأخلاق. اللي ما عنده أخلاق ليس إنسانا على الإطلاق. هلأ رح اتصاله كل وسخ كل وسخهم. قريبا رح ارجع انا غير قد ما بقدر بالبلاط نظفهم. هلأ بلش اتصال على الخامس. رح تكون بعالم غير هالعالم. خبرتكم وقت اجوا اللي بتعاطوا مخدرات، وين نحن؟ بغير مطرح بغير عالم. هيك بيبونا بكل بيوت اوجو، بس توصل على الاحياء عندهم بتلاقي وسخ وقرف. بس توصل على شارع الجماعه انت بغير عالم. ورح تتغير بعد اسبوع كمان، كله هيدا هون رح يكون. بس تطل على البيت كله رح يكون هيك تابلويات على الحيطان، صور حلوة كتير، وبتطلع وبتشوف هيدا بيتك. بتوصل بتشلح من اجرك لا املك الا هالحذاء، صار زمان باجري رح اغيره اليومين. في دايما بخور اكتر الوقت، والبنية اللي فوقي ما فين لكم كم طابق في فوق مرضى. بتقلي ما فيني شم من الاسانس تبع البخور. ليه؟ لان عندها ربو. الحق على البخور مش الحق على الربو. وهيك كلمات حلوة كتير بحطها وهون. وانا دايما مسؤولة عن هذا الطابق وكل الطوابق تحت، حطيت لهم زهور وزريعة، ولكن كلهم اتجاهلوا. كل الطوابق حطيت زهور زريعة وطرشت دهن حتى يكون اللي طالع على البنية يشوف في نظافة. ما قدرت، ما حدا سقط الزريعة وماتت. والمصعد رحوا دايما ببخر وحاطة ستيكرز كتير، عندي عشق لهال هيك رسم وكلمات، ودايما ببخر وحاطة بركي هون. وهون إذا إجا حدا وما لقيني بيكتب حط thank you for no shoes. ما في صرامة ولا دخان، no mind، ما في فكر وكفر، ولا في تليفون، well.com على بيتكم. وهيدا وهون وهون تشلح من إجرك. إذا بدك كالسيت في كالسيت، وكالسيت اللي موجودة فيك تمشي فيها بكل البلد، إلا إذا في شتاء أو فيك تحب تمشي حافي بالماي مثل ما كانوا يعملوا كل الخلفاء. وهون حطيت زريعة، أهلا وسهلا. وشوف وقت اللي صار يجي لعندي حرامية حطيت هيك باب، وأنا عايشة وحدي. وإن شاء الله قريبا بيجي منصور أو غيره أو حدا يكون معنا من الأخوة، وأنا بكون بالمغارة وهي الزريعة. فإذا إذا هيك مدخل البيت معناته الإناء ينضح بمثل جوا فيه. نعم زريعة دايما، لأنه هي اللي بتعطيك طاقة، هيدي الرئة خطاقة الحياة. ومفتاح البيت ومفتاح المدخل البناية ومفتاحهم، حط لي مفاتيح بس. وبكرة بالمغارة ما في مفتاح. أهلا وسهلا فيك يا فتاح، حتى الحرام يخليش ما في شيء تحيل سوء. وهون أهلا وسهلا فيك، والبيت عندكم فكرة وعم نصور فيه. وكل مرة بنصور بغرفة وبتشوفوا البيت بسيط على الأرض، وكلنا فوق الأرض وتحت الأرض. أهلا وسهلا فيكم. هذا الفايد
منه من غيظ، ولا السماء والأرض ولا حيض، في حوض انت بدك تحطي هالحوض. أهلا وسهلا فيكم، كل بيت بيتك إذا بتعرف بيتك الحقيقي. ما عنا بهالوجود إلا التوحيد مع الواحد الأحد اللي موجود بكل جسد، كلنا أخوة بالله. إذا كل مسيحي صار مسيحي بطلت تصير مسيح. أنا أتيت لأنك أنت مسيح آخر. هل بيت هيك موسيقى نعمة؟ فرشة، حصيرة، سجادة، اللي بدك إياه. وهون بس تفوت أهلا وسهلا، في أوضة صغيرة هون. هيدي أوضة صغيرة رح حط فيها قريبا برجع تصورها. الإنترنت هون، كتب دايما اللي ما بدي إياهون بستغني عنهم بعطيهم للإخوة اللي بعيشوا معنا ومثلنا. كتب وتياب، بجيب مي من عند الرملية من عند فدوى، وهيك بهالسلة بحط الكوي. أنا بغسل وليلى بتكوي. هيدي غرفة بسموها للخادمة، وأنا الخادمة، صبحت فيها الإنترنت. وقنت الإنر نت يا حبيبي، الإنترنت يعني هالعنكبوت، بيت من عنكبوت كتير على اللي بيموت. وهالتعليق خبرتكم قصتهم، بيشتغلون ولاد بسمون معاقين، في مرة بتبيعون $15 وحدة بتبيعون بخمسة. فإذا انتبهوا من وين بدكم تشتروا، حدا يسرقنا كون عم شجعوا على السرقة. نتعلم من غلطاتنا كلنا، بس انت غلط علمني، اللي يعني طبيب كذاب، هذا كذاب ومنافي. صار من نقول لبعضنا وين نروح، منين نشتري. قريبا رح ارجع اطرش وادهن، وكل ما طرشت ودهنت عم بطرش نفسي. ضل البيت، شوفوا هون في بنت بتعملهم من الليدية، هيدا الخط، هيدي من حضارتنا، حضارة العرب. هيدا كله بزر من تكتب فيه وتعمل هيك. طلعت معي على التلفزيون زي نفس ما نسيت. كل يلي بتشوفون بجيبون بيعجبوني بحطهم هون، بيجي وقت اللي بدو اياهم بياخذهم. يعني دايما ما في شي بيبقى بالبيت، بيبقى لنا كلنا منشارك هالحياة مشاركة. هيدا بيت بالأشرفية، أشرفية وأشرفيك، بأوسخ بناية يمكن بلبنان، واللي وعدين هيك هني مثل هالبناية. بس لما بتفوت على بيتنا، هيدا بيتنا الداخلي والخارجي، إناء أواني ومعاني مقلي عليها، فيهم زريعتي كلها في هالبيت، وقعدتي بهالبيت، وبقعد أنا وياكم منسجل من هون، مش من القلب، من لب الألباب إلى أهل البيت.